كيف فينا نساوي الكردون بلو من قلب المطاعم؟ يا عيني على الغرام، يا عيني على الغرام، هاي هي الكردون بلو اللي ما بترحم. هل هي أصول الوجبة فرنسية أو سويسرية؟ كتبونا بالتعليقات. بسم الله بسم الله. على طيف يا لطيف على هالنغم يا لطيف، هذا هو الغرام. طبعا اليوم نحن بضيافة مطعم ملك الطاووق حيتم التصوير فيه. أي حدا بيجي على المطعم من خلال أو طرف الشيف بلال رح يتم خصم 20% على أي وجبة من اللي بيقدمون المطعم. هلا بنجيب بذورة الدجاج، طبعا نحن صدر الدجاج بنطفينه وجاهز، بنحط تحته ورق نايلو وبنبلش دوب. طبعا اصول الاكله لازم يكون صدر الدجاج يعني على حاله وندقه مثل ما هو، اما هذا يعني هذا الاصول. اما في مطاعم اليوم بتفرم الدجاج مفروم وبعدين هيك بس بتمعسه وبتشتغل فيه، هذا الشيء بيحط فيه يعني اي شيء، اي عنده نتر او اي شيء بيحطه مع الدجاج. اما اللحم الاصلي لازم مثل ما هو صدر نظيف ويندق 100%. فيكم بأي سكينة أو مشحاف عنكم أو أي شيء هيك تشكلوها بهذا الشكل اللي بدكم تلفوها فيه، بيسهل عليكم العملية تبع اللف. وهلأ هيك صارت جاهزة مثل ما شايفين، مرسومة رسم وجاهزة اللف. بنساوي الكمية كلها وبنرجع لكم. طبعا اصول الكردون بلو مثل ما شايفين جبنه الموزاريلا، طبعا اهم شيء ما تكون شركه مقاطعه، وكل مين بيضيف له الاضافات اي مطعم حسب الرغبه. عندنا اشياء اساسيه مثل الاوريجانو او الزعتر البري، فنحن ضفنا شويه زعتر وشويه اوريجانو، وهلا بنضيف شويه بهار جبنه واللي هو معزز جبنه بيعطينا نكهه هيك جدا رائعه، وعندنا كميه الفطر بيحب يضيفها حسب الرغبه. وطبعا مطعم ملك الطاووق ما بفضل يضيف اي بهار على الدجاج غير رشه ملح بسيطه. هلا بنجي للحشوه، بنحط قطعتين حبش مدخن، هذا الشيء حسب الرغبه اختياري، وبنحط ما يقارب 175 غرام من الخليط اللي عملناه جبنه موزاريلا مع الفطر. بالنسبه للدجاج قديش وزنه، نحن بنستخدم وزن الدجاج من 175 لل 200، يعني حجم القطعه بيصير كامل مع الحشوه تبعها تقريبا 350 غرام. هلا هيك بنسكرها بهذا الشكل ولازم نختمها كثير منيح حتى ما تطق معنا، فيفضل نختمها بالمطرح. وهلا بنقصها بالسكينه لناخذ الشكل الاحترافي اللي بدنا اياه، بالاضافه للنتر الدجاج اللي زاد معنا فينا نستخدمه باي دجاج ناعم. هلا طبعا لازم نحطهم بالفريزر ونفرزهم بهذا الشكل مثل هدول القطعتين، بيساعدونا اكثر بمرحله الحمل واللك والتطحين، يعني افضل ما يضلوا هيك طرايا بيعذبونا كثير، تمام؟ فنحن دائما بنساويهم بنحطهم هيك بهذا الشكل بالفريزر، وامتى ما اجانا طلب بالمحلات فورا بنطالع بنطحن وعلى القلي. وهلا بنجي لصوص البشاميل، عندنا 80 غرام زبده، نفس كميه الزبده لازم نضيف طحين بعد ما يسيح معنا، يعني 80 غرام زبده لازم 80 غرام طحين. بس حمصنا الطحين شوي بنضيف 1 لتر حليب. طبعا وهلا بنضيف شوية بهارات اللي هن ملح وفلفل ابيض وجوزة الطيب وشوية بهارات دجاج، رشة برشة برشة. وهلا بننزل عليهم 200 ملي كريمة طبخ، يعني بيعطونا نكهة كثير جيدة وطيبة. وهلا هيك صار معنا جاهز، كيف بنفحص القوام تبعه؟ بننزل معلقة هيك بنعمل له خط باصبعتنا بنشوف انه هذا القوام صار ممتاز. وهلا بنجي لمرحله التطحين، طبعا بننزل الكردون بلو اول شيء على الكعك، يعني كل محل على حسب النكهه اللي بده يقدمها، في ناس بتحطها بكنافه، في ناس بتحطها بكورن فليكس، في ناس بتحطها بكعك مطحون او بقسماط. بننزل الوش الاول للكعك وبعدين مي وبيض، بنرجعها وش ثاني على الكعك المطحون بهذا الشكل. وهلا بننزلهم على زيت شغال على حرارة 160. وهلا هيك صاروا جاهزين معنا واخذوا اللون الذهبي، نتركهم شوي ليصفوا من الزيت. يا عيني على صوص البشاميل يا عيني. وما
وما ننسى رشة البهارات الخاصة ملك الطاووق. يا عيني على الغرام، يا عيني على الغرام، هاي هي الكردون بلو اللي ما ترحم. هلا يا جماعة الخير خلونا نشوف الغرام تبعنا. بسم الله. بالنص، أنا دائما بحب بيت النص. يا عيني يا عيني، هاي ما بدها هيك، هاي بدها هيك. بسم الله بسم الله. يا لطيف يا لطيف على هالنغم، يا لطيف يا لطيف، شو هاد يا ربي دخيله. بسم الله. ما بتشطوا بالتمط، شطت ومطت لهالي الحاجة. هاي الأكلات دائما بتعتمد على اللغوصة، يعني إذا ما لغوصت فيها ما بتتاكل. غرقها هيك صوص البشاميل، بتطلع متشط وتمط من دون ما. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بسم الله. هذا هو الغرام. شو يا معلم، بتراعيهم لمتابعينا؟ طبعا، اذا بطرف شيف بلال ما بنراعيهم. اذا ما راعكم لا تشتروا من عنده. لا، خصم خاص للشيف بلال مع دلال للوجبات كمان. الله اكبر، اكرم شيف لعيوننا. بسم الله. يا عيني عليك يا عيني عليك. انا هي تبع الشوكر السكين ما بتعمل. والله يا شيف بدك ايدها. عامل مثل حكايتك. ها يلا. بسم الله. الكردون بلو ملك المقليات، يعني مقليات الدجاج الراس تبعه الكردون بلو. صحيح صحيح صحيح. واساس التسمية بهذا الشيء من سويسرا، هن يسموها انه سويسرا وفرنسا. فرنسا هتضافوا عليها عنا بس فكرة البشاميل. فرنسا اللي حطوا البشاميل عليها. لا ننسى دائما خضار السوتيه معها، يعني شغلة على الألف. والله يا شيخ الله يسلم ايدينا. وهلا كان معكم الشيخ زافر والشيخ بلال. السلام.